السلام عليكم، معكم محمد شيرا، مسؤول عن التعاوني ديال عزيزة بي كوسميتيك اقليم ميدلت. حنا جينا شاكنا في المعرض ديال المعارض، حنا متابعين مع سي سقلي اكسبو هذا المعرض ديالو التجاريه. الجميع اللي جينا نتعرفوا على هذه الاجواء عاوتاني هنايا في معرض الفضاء الحريه، ونتمنى الله التوفيق للجميع. بالنسبه للمنتجات ديالنا، حنا كما قلنا سبقنا ذكرنا بان حنا من اقليم ميدلت. اول حاجه نذكروا، الا ذكرنا ميدلت خصنا نذكروا خل التفاح، يعني ميدلت هي عاصمه التفاح، عندنا اجود انواع خل التفاح. منها هو هذا خل التفاح اللي كنذكروا عليه، هذا اجود انواع خل التفاح لانه ما فيش قطره ديال الماء، هذا خل كونسونطري 100% ما فيش قطره ديال الماء خل التفاح. بليس اننا عندنا منتجات اخرى، بليس اننا عندنا واحد لا كولابوراسيون مع مع جمهورية ديال السودان. شنو كناخذوا من عندهم؟ عندنا الصمغ العربي الاصيل، الصمغ العربي الاصيل ديال شرف كبير نكونوا حاضرين في المعرض ديال سقلي اكسبو بفضاء الحريه عين شق، ومرحبا بالناس اللي بغاو يجوا معنا ولا يحضروا يتقدموا من عندنا ويشوفوا المنتوجات ديالنا. اولا حنا تعاونيات لدى توابل، عندنا واحد المجموعه ديال المنتوجات الطبيعيه، كاينه اللي كنصاوبوها حنا هنايا متواجدين في الدار البيضاء، كاينه اللي كنصاوبوها هنا في الدار البيضاء، وكاينه الحاجه اللي كنصاوبوها في البلاد. ويعني كان انا مهندس عمرو صاحب شركه الرازي، متخصصين في انتاج المورينجا وتسمين منتوج المورينجا. ما شاء الله الحمد لله قدرنا ننتج من المورينجا 170 منتج، ما بين مستحضرات تجميل وما بين مكملات غذائيه، ومجموعه منتجات كبيره عملناها كمان لتحسين التربه وكمركزات لعلاف الدواجن، بتساعد في زياده القطيع وزياده الوزن ورفع مناعه الدواجن. احنا النهارده الحمد لله في سقلي اكسبو فضاء الحريه بالدار البيضاء، دي المشاركه رقم 21 مع السقلي. ما شاء الله احنا دايما في التطور، السقلي ما شاء الله شغال معنا بيحقق معنا اهدافنا في الانتشار في المدن المغربيه، كل اسبوع في مدينه جديده، في شرائح جديده من المنتجات، كمان شرائح جديده من المستهلكين. شكرا للصحافه المواكبه، معكم زهاء جبير رئيسه جمعيه الهدف الحكمه بعين الشوق الدرب القديم، وكذلك رئيسه جمعيه كرامه الصحه النفسيه. دونك هذا المعرض هذا اليوم نتفاجأ بالوجود ديالو. حنا صراحه الرواج تجاري للمنطقه ومنطقه عين الشق بالخصوص، وهذه بادره اللي كتنم على ان هاد الفضاءات، لان هذا يعني كيتواجد اليوم في فضاء ديال التعليم، وحنا يعني حبذا لو ان كان تواجدوا فيه جميع الفعاليات الجمعويه سورتو التعاونيات باش يكون واحد الرواج تجاري. السلام عليكم، وكنشكروا راي المواطن المجله اللي تواجدت معنا في المعرض ديال سقلي اكسبو اليوم. حنايا كاينين في كازابلانكا، كاينين بالضبط فضاء الحريه اللي كاين في عين الشق. الوغ معكم ادورن بوتيك، نيميرو تليفون 0625 24 43، اللي بغى يتواصل معنا. كنديروا في جميع المنتوجات كنابورتيو السلعه من الامارات، وكنجيبوا عندنا ديفيرون موديل. الوغ هادو عبايات من الامارات، ها هما كيف ما كتوريكم ديفيرون موديل. هادو اون لان بوغ دابا كاين الصيف، الثوب خفيف شويه، كنديروا بالتقسيط، كنديروا حتى بالجمله، كاينين كنديروا لي روب سواري حتى هما، كنديروا فوالا العبايات ديال لي سواري بالحجر، كاينين هادو لي روب سواري ديالنا. عندنا ان تري لارج شوا ديال العبايات، كنامبورتيوهم من دبي. فوالا سي ان بو بري، كنحاول نوريكم كلكو موديل. تقدروا تدخلوا لاباج انستغرام ديالنا ادورن بوتيك، غتلقاو كلشي مصورين، ولي مانكان وداكشي كلهم. هادو لي كيمونو، الوغ هادو سي كلهم امبورتي. الوغ عندنا بقاو داير منهم غير جوج، ها هما منبتين، كيمكن لكم تفصلوهم راسكم. هذا صاري ديال الهند، جبناه من الهند. هادو سي دي ساك بوندوليير، كيجيو ملبوسين، كيمكن